ونكمل كلامنا عن أدميرال إيشيروكو ياماموتو الجزء الثالث. وحلقة النهاردة هتركز على معركة بيرل هاربر ومعركة ميدواي. وتحديدا قبل ما تشوف حلقة النهاردة لازم تشوف حلقة شويتشي ناجومو، لأن الحلقتين مبنيين على بعض. ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسني وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج وورباس، البرنامج باختصار وور أند بزنس، الحرب والبزنس. حلقة النهاردة بتبدأ في إبريل 1941 مع قرار البحرية اليابانية بتعيين أدميرال شويتشي ناجومو قائد الفيرست إير فليت، أسطول حاملات الطائرات الرئيسي لليابان، وده على الرغم من معارضة أدميرال إيشيروكو ياماموتو قائد البحرية، لأن عادات وتقاليد الساموراي الموجودة في البحرية اليابانية بتكون أقوى من إيشيروكو ياماموتو. ولو شفت حلقة شويتشي ناجومو حسيت إن أنا متحامل عليه فاسمع الآتي. أدميرال نيشيتسو تسوهارا، واحد من المتخصصين في حملات الطائرات والمعاصرين لناجومو، قال عن ناجومو الآتي: ناجومو من المدرسة القديمة المتخصصة في استخدام السفن الحربية والتوربيد، وما عندوش أي فكرة عن استخدام حملات الطائرات أو استخدام الطيران البحري. وننتقل ل 7 ديسمبر 1941 ومعركة بيرل هاربر. وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت، هدف ياماموتو هو توجيه ضربة استباقية لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي وميناء بيرل هاربر، والهدف هو تدمير حاملات الطائرات وميناء بيرل هاربر علشان اليابان تقدر تشتري وقت كافي لاحتلال جنوب شرق آسيا. ولكن بسبب خطأ مخابراتي فادح بيكتشف الأسطول الياباني أن حاملات الطائرات الأمريكية مش موجودة في الميناء. اي ادميرال له خبره في قياده حملات الطائرات في موقف زي كده هيتصرف تصرف من اتنين: التصرف الاول هو الغاء العمليه فورا لان الهدف الاساسي من العمليه مش موجود، والتصرف الثاني هو تدمير الميناء ومستودعات الوقود واحواض اصلاح السفن وكل البنيه التحتيه اللي بتخدم حملات الطائرات الامريكيه. يعني حتى لو حملات الطائرات الامريكيه سليمه ما تقدرش تتحرك لان مفيش اي دعم ليها. ولكن عشان شويتشي ناجومو ما عندوش اي خبرة في استخدام حاملات الطائرات، وعلشان تأثره بمعركة تسوشيما سنة 1905، بياخد اختيار ثالث. ناجومو بيوجه ضربتين مش ضربة واحدة للسفن الحربية الامريكية اللي موجودة في ميناء بيرل هاربر، واللي معظمها كان من السفن الحربية القديمة اللي امريكا كانت بتستعد لاستبدالها. نتائج الضربة بتكون كالآتي: 19 سفينة امريكية تم تدميرها او اصابتها. اما بالنسبه للطيارات اللي موجوده في جزيره بيرل هاربر فتم تدمير 188 طياره واصابه 159 طياره. الخسائر البشريه الامريكيه كانت حوالي 2000 قتيل، نصهم كانوا على متن السفينه الامريكيه يو اس اس اريزونا. وبناء على الارقام اللي شفناها دلوقتي، رقميا العمليه كانت ناجحه، ولكن استراتيجيا كانت فشل ذريع، لان اليابان فشلت في تحقيق الهدف الرئيسي من الضربه وهو اخراج حملات الطائرات الامريكيه وميناء بيرل هاربر من معادله الحرب. والأسوأ ان الضربة دي اشعلت روح الانتقام عند الامريكيين. جدير بالذكر ان سنة 1940 ياماموتو سئل: هتعمل ايه لو اليابان حاربت امريكا؟ وده كان رده. ياماموتو قال ان انا هكون شرس جدا وقوي جدا خلال اول 6 شهور او سنة، ولكن ما عنديش اي ثقة في السنة التانية او التالتة. وده اللي حصل بالظبط، لان اليابان اكتسحت اسيا بالكامل خلال 6 شهور حتى معركة ميدواي. بعد معركة ميدواي انقلبت الآية. بعد معركة بيرل هاربر ياماموتو كانت عينه على الأسطول الأمريكي لأنه عارف أن المهمة لسه ما انتهتش، وحاول يقنع رئاسة أركان البحرية اليابانية بضرورة التخلص من أسطول حاملات الطائرات الأمريكي، لكن رئاسة الأركان رفضت خوفا من المخاطرة. مخاوف ياماموتو من أسطول حاملات الطائرات الأمريكي فعلا بتتحقق في يوم 18 إبريل 1942 مع غارة دوليتل، غارة محدودة جدا هدفها طوكيو. وتم تنفيذ الغارة بإطلاق 16 قاذفة قنابل من طراز B-25 ميتشل من على متن حاملة الطائرات USS هورنت، ودي أول وآخر مرة في التاريخ يتم إطلاق قاذفات قنابل تقيلة من على متن حاملات طائرات. ولكن غارة دوليتل ليها قصة لوحدها وفيديو لوحدها وقصة ممتعة جدا كمان. وزي ما قلت الغارة كانت محدودة جدا باستخدام 16 قاذفة قنابل بس، والهدف من الغارة كان هدف معنوي مش هدف عسكري. الهدف من الغارة هو رفع الروح المعنوية لأمريكا وضرب الروح المعنوية لليابان. الغارة دي أكدت وجهة نظر ياماموتو بضرورة التخلص من حملات الطائرات الأمريكية، وبيتم فورا التخطيط لمعركة ميدواي. ولكن في نفس الشهر بتقدر البحرية الأمريكية أنها تفك شفرات البحرية اليابانية، وبالتالي أصبحت كل خطط البحرية اليابانية بالكامل مكشوفة للأمريكيين. يونيو 1942 بتبدأ معركة ميدواي، وعلشان ضرب بيرل هاربر يعتبر نجاح للبحرية اليابانية، فتشويتشي ناجومو بيكمل في قيادة الفيرست اير فليت، أسطول حاملات الطائرات الرئيسي لليابان. الهدف من معركة ميدواي هو إكمال ما لم يتم إنهائه في بيرل هاربر، وهو التخلص من حاملات الطائرات الأمريكية عن طريق هجوم مفاجئ على جزيرة ميدواي واحتلالها، وعمل كمين لأسطول حاملات الطائرات الأمريكي وتدميره.
لأنه مع فك شفرة البحرية اليابانية اليابان هي اللي دخلت الكمين. وما زاد الأمور سوءا هو وجود شويتشي ناجومو في القيادة، لأنه بيرتكب أخطاء فادحة. ناجومو ارتكب خطأ فادح بعمل استطلاع غير كافي. ناجومو علشان متأكد أن عنصر المفاجأة في صالحه أطلق 7 طائرات استطلاع بس علشان يغطوا مساحة 20,000 ميل بحري، في حين أن أدميرال فليتشر قائد الأسطول الأمريكي أطلق 30 طيارة استطلاع، وده غير طيارات الاستطلاع اللي اتحركت من جزيرة ميدوي نفسها، مع ملاحظة أن فليتشر كان عنده علم كامل بالخطط اليابانية. لكن الخطأ الأكبر اللي ارتكبه ناجومو في المعركة هو مخالفة أوامر ياماموتو. أوامر ياماموتو كانت بتوجيه ضربة واحدة بس لجزيرة ميدوي وتجهيز حملات الطائرات اليابانية لمواجهة أسطول حملات الطائرات الأمريكية في أي لحظة، وده لأنه كان متخوف من وجود حملات الطائرات الأمريكية في المنطقة المحيطة بميدوي. ناجومو بيخالف الأوامر، وبعد توجيه الضربة الأولى لميدوي بيبدأ يجهز حملاته لتوجيه الضربة الثانية، وأثناء التحضير للضربة الثانية بيتعرض لهجوم من الأسطول الأمريكي. معركة ميدوي محتاجة حلقتين لوحدها، لكن ملخصها دلوقتي هو الآتي: اليابان بتدخل معركة ميدوي ب4 حملات طائرات، بتخسر الأربعة في المعركة لأنهم بيغرقوا، ومع غرق حملات الطائرات تم تدمير 350 طيارة يابانية. لكن الأخطر هو خسارة 3000 من أكفأ طيارين وملاحين وفنيين صيانة البحرية اليابانية، واللي اليابان عمرها ما هتقدر تعوضهم. بعد معركة ميدوي إيشيروكو ياماموتو أخيرا بيقدر يتخلص من شويتشي ناجومو، ولكن بعد فوات الأوان، لأن حملات الطائرات اللي اتدمرت لا يمكن تعوضها. وكما توقع ياماموتو، فمعركة ميدوي كانت هي نهاية الزخم والتفوق الياباني في الحرب العالمية الثانية. بعدها اليابان دخلت مرحلة الدفاع، والهزيمة أصبحت حتمية. المسألة بس كانت مسألة وقت، وهو إمتى هتتم الهزيمة، لأن الآلة الصناعية الأمريكية اشتغلت بكامل قوتها، واليابان ما تقدرش تجاري أمريكا. وبنهاية معركة ميدوي بنقفل حلقة النهاردة، ومعادنا الحلقة الجاية إن شاء الله مع الجزء الأخير والأخطر في حياة ياماموتو، الجزء اللي مفيش أي أفلام أو وثائقيات بتتكلم عنه. وبكده إذا عجبتك حلقة النهاردة دوس لايك ما تنساش، واشترك في القناة لو مش مشترك، وأهم حاجة رأيكم في الكومنتات. رأيكم مهم جدا، لأن هو فرصة لتبادل الآراء والأفكار، وفي نفس الوقت بيساعدني إن أنا أحسن من مستوى المحتوى. وأخيرا شوف الخير وفعل زر الجرس عشان توصلك الإشعارات أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.